السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ويا ربي نكون خفيفة على قلبكم. وكنتمنى منكم انكم تدعموني، حيت فريمون محتاجة هاد الدعم، وبصح وحق لا اله الا الله محتاجة الدعم ديالكم. ونبغيكم تطلعوا لي الشان ديالي، وكل واحد الوصفات اللي مجربة وفي متناول الجميع، ويا ربي نكون كنروق لكم، والوصفات ديالي تا هما كتجربوها وكتطلع لكم زوينه. باش سمحوا لي كنضاق في الهضره ديالتي، غنبداو على بركه الله. غندير غنشارك معكم واحد المخنفر كنوجدو، كيجي غزال، كيجي زوين ورطب في الماكله، وتا في متناول الجميع، يعني المقادير ديالو كيكونوا في اي دار كيكونوا متواجدين، وخصوصا مع شهر رمضان على الابواب. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطولة العمر وبشي رزيق، ويا ربي نكونوا بخير وعلى خير، ويدخل علينا لا فاقدين ولا مفقودين. نبداو على بركه الله. كنحتاجو 4 كيسان عنبه فينو، وكاس فورس، كاس العنبه ديال فورس. انا ما عنديش الحليب، عندي ياغورت، ياغورت طبيعي مسوس، واللي عنده الحليب كيبقى اختياري، اللي بغى يدير الحليب يديرو. كاس ديال دانون، كنديرو بيضه وحده، عشق ديال الخل كتحيد الزفوريه ديال البيض، شويه الملحه، جوج خمارات ديال الحلوى، عشق ممسوحه ديال خميره الدار، عشق سنيده، وربعه الكيسان ديال الماء دافين. وتاني كيبقى على حساب الخالط كله، هو خاصو يجي شويه ما خفيف ما ثقيل. بقاو معايا وانتم تشوفوه كيفاش كيتعجن. نبداو على بركه الله، نبداو على بركه الله، بسم الله يا ربي لا تحشمنا. وبصح رجاء ليس امر، بغيتكم تدعموني. شويه الملحه، شويه سنيده، خمير الدار، شويه الخل، بيضة، كاس دانون، تنبداو. هادو راه 5 الكؤوس ديال الماء ديال العنبه. كنبداو غادي على هاد الشكل حتى كيتجمع لينا الخليط ديالنا. ودابا درتو في الخلاط الكهربائي، ونزيد نضيف عليه جوج خميرات ديال الحلوه، نطحن باش ما نصدعكمش ونرجع لكم. من بعد ما طحنتو في الخلاط الكهربائي، هذا هو الشكل ديالو. دابا نغطيو عليه حتى يختمر بما جبدنا المقله، ونوريكم كيفاش كنطيبو، ونوريكم الشكل النهائي. بعد ما سخنات المقله ديال، بعد ما اختمر لينا المخمر ديالنا، غنبداو ان شاء الله نطيبو فيه. كنشدو المقله كندهنوها بشويه الزيت بهذا الشكل هذا،
كنرشو شويه الزيت غير شويه وكنقلبوها. كطيب كتجي على هذا الشكل هذا، وحنا غاديين في نفس العمليه حتى كنكملوا المخنفر ديالنا كامل. هذه المره الثانيه بسم الله. اذا شفتوا المخمر ديالكم بدا كيشدب حاولوا انكم تخدموه مزيان بالمغرف باش يجيكم ساهل في بسم الله. كنبقاو غاديين على هذا الشكل حتى كنكملوا المخمر ديالنا. كنحاول نرشو شويه د الزيت باش ما يجيناش ميدو. كنقلبو وحنا غاديين على هذا الشكل، حنا غاديين على هذا الشكل حتى كنكملو البينيو ديال المخمر ديالنا. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال المخنفر ديالنا، كيجي غزال فن. رطب كندهنو لين كله الضوء اللي بغى باش يدهنو. المهم حنا كنديرو الزبده البلديه الا كانت موجوده في الدار والعسل، ولا كندهنو زيت العود والعسل، كيجي غزال وهش ورطب وغزال وفن واعر ورائع. يعني واخا نضل نشكروا لكم ما غاديش نوصفوا لكم، خصوصا مع ان شاء الله رمضان على الابواب وكيوجد في اقل من دقيقه كيوجد، غير جربوه وما غاديش تندموا. مخنفر كيجي رائع ولا ألد، كيدوب في الفم. وكنتمنى انكم ما تنسونيش من لي لايك وابوني. بارتاج 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 عافاكم، ويا ربي نكون خفيفة على قلبكم. وهانتوما المخنفر ديالي كي كيجي ولا اروع. واللي كتوحم تسمح ليا، واللي تشهد تسمح ليا، وفريمون اللي كتوحم وبغاتو تقولها ليا في الكومونتير، والله العظيم الا تنصوبو نجيبو حتى لعندها. شكرا لكم، ويا ربي نكون خفيفة على قلبكم. يا ربي ادعموني وجربوا بالصحة والراحة.